السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا. طبعا الأرزاق دي رب سبحانه وتعالى يعني قسمها بين العباد، فمن ضمن الرزق أن أنا أفاجئ اليوم بهذه الموهبة، حاجة عظيمة جدا جدا، وكمان يعني ستفاجئون بإذن الله عز وجل، مش عايز حد يتصدم، يعني بكلمات يعني مقدمة لخطبة الجمعة، خطبة عصماء بفضل الله سبحانه وتعالى، وتسمع الدعاء اللي ورد في هذه الرحلة الطيبة مع سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نتفضل إن شاء الله مع الطالب. اسمك يا حبيب قلبي؟ إبراهيم محمد الساخري. إبراهيم محمد الساخري، ربنا يبارك فيه ويحفظه. نسيبكم معاه بس كده، وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم يعني. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وزرى، لا يغيب عن بصري صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه، فاعتبروا بما جرى. وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على المبعوث في أمن القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي ابن عمه بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى جميع الآل والصحابة الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلنتحدث اليوم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليدعو أهلها إلى الإسلام، لكنهم سخروا من دعوته وأزوه، فخرج من عندهم مهموما حتى وصل إلى بستان يملكه شابان هما عتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخله صلى الله عليه وسلم وجلس تحت ظل شجرة، ثم رفع يديه الكريمتين ودعا الله بهذا الدعاء بينما يستمع له عتبة وشيبة: اللهم لك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إذا لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك يا أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعاء يعني في غاية الروعة. أنت في حين الضعف تقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، ولما تقول وقلة حيلتي تفتكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شاء الله ننتظره في فيديو قادم، ويا ريت نشارك الفيديو ونصلي على الحبيب، واللي يصلي على الحبيب قلبه يطيب. السلام عليكم.